هذا يسأل عن صلاة الجنازة إذا كان ما هو على وضوء، هل يتيمم لأنه لا راح يتوضأ تفوت عليه صلاة الجنازة؟ لا، ما تصلي إلا على وضوء، صلاة الجنازة ما هي واجبة. إذا أنك ما أنت على استعداد فلا يلزمك أنك تصلي عليها، إن كنت على وضوء صل عليها، إن كنت ما أنت على وضوء صلون عليها المسلمون ويكفون إن شاء الله.